أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. قبل أيام نشر موقع بلومبرغ الأمريكي، هو موقع عبارة عن وكالة إخبارية ومعلوماتية، تقدم معلومات عن الأوضاع المالية وهي متعددة الجنسيات. طبعا مقرها في برج بلومبرغ في نيويورك، وهي وكالة محترمة ورصينة وتقدم تقارير يعني تؤخذ بعين الاعتبار في كل أنحاء العالم. قبل أيام مثل ما قلت قدمت تقريرا عن الوضع في العراق، وتحدثت به تحديدا عن التحديات والصعوبات والمشاكل التي تواجهها الحكومة الحالية، حكومة مصطفى الكاظمي، قبل الوصول طبعا إلى موعد الانتخابات الذي اقترحته، انتخابات ما يسمى بالانتخابات المبكرة الذي اقترحته في 6 حزيران 2021، يعني بعد نحو 10 أشهر من هذا التاريخ. التقرير ربما اختصر ما أراد أن يقوله في يعني نقاط عديدة في المقدمة، حيث قال إن الكاظمي عالق بين غضب الشعب والطبقة السياسية المتشظية. ربما هذا وصف واضح، الشعب لم يكن راغبا في حكومة الكاظمي وغيرها من الحكومات، وما زال رافض لها، والطبقة هذه الطبقة السياسية طبقة متشظية بالفساد والخراب والدمار، وهناك من يريد أن ينقض لهم عمليتهم السياسية هو الكاظمي. المهم في كل الأحوال جميع الأزمات التي يعني ورثها الكاظمي، وهذا واقع الحال طبعا من الحكومات السابقة التي يعني تعاقبت في ظل الاحتلال منذ عام 17 عام، حكومات الفساد والخراب والطائفية والنهب، هذه الحكومات ورث منها هذه الحكومة وقام بمهمتها وتولاها، وقال أنا يعني جدير بأن أعبر بالعملية السياسية، وقال أعبر بالعراق، لكن حقيقة هو يريد أن ينقذ العملية السياسية، وستكلم عن ذلك. طبعا أقول كل الأزمات التي ورثها كلها زادت منذ توليه منصب رئاسة الوزراء لحد اليوم، يعني وباء كورونا مثلا زاد بشكل كبير وملحوظ، الآن أعداد المصابين تتجاوز 4500 مصاب يوميا، يعني حتى درجات الحرارة، حتى الحرارة زادت بشكل غير طبيعي، حتى سجل العراق يعني أعلى درجات حرارة في العالم، وهذا كله فاقم في ظل عدم وجود الكهرباء، انقطاع الكهرباء لفترة 20 ساعة، خدمات غير موجودة، الفساد تنامى، حتى قضية الحشد، قضية الميليشيات التي ذهب الكاظمي إلى مقرهم، إلى الجامع، إلى إطارهم الجامع اللي يسمى الحشد، وقال إنكم قرة عين العراق، هؤلاء قرة عين العراق، داسوا على صوره بأحذيتهم وتوعدوه بالويل والثبور إذا ما ذهب على طريق آخر غير الذي اتفقوا معه عليه عندما نصبوه رئيسا للوزراء. هكذا قال قيس الخزعلي، قال نحن من جئنا به ونحن من اتفقنا معه ولديه مهمات 1 2 3 عليه أن يقوم بها، والباقي عليه أن يغلس عنها وليست مهمته، وإلا سنزيحه. هكذا قال. إذن هذا الوضع في ظل كل ذلك، وفي ظل الاتكاء على يعني تقرير بلومبرغ اللي قدمته وتحدثنا عليه، خرج قبل أيام أيضا، قبل يومين أو ثلاثة، خرج على العراقيين مستشار رئيس الوزراء الحالي اللي يسمى هشام داوود، ليكرر كلاما سبق الكاظمي أن تحدث به، وهو نفس الكلام الذي أوردته ربما وكالة بلومبرغ عن الوضع في العراق والوضع السيء. وقال مستشار الكاظمي، قال نتيجة السياسات الخاطئة طوال 17 عاما المنصرمة، ما زال العراق يحتاج للاستعانة بدول إقليمية من أجل استيراد الغاز والطاقة الكهربائية. هناك 17 سنة مثل ما قال من نتيجة السياسات الخاطئة سماها. وقال أيضا لو كانت هناك سياسات رشيدة، إذا لم تكن هناك سياسات رشيدة طوال 17 سنة لما احتجنا لذلك. ثم تحدث عن رغبة الكاظمي بتحقيق الاستقلال الداخلي العراقي
كما تحدث عن الحكومة أن الحكومة ملزمة بتوفير 6.5 مليار دولار شهرياً لرواتب الموظفين المتقاعدين، وأكد أنه كل وارداتنا الشهرية لا تتجاوز الآن من النفط تتجاوز 2 مليار دولار. طيب إذا كان الكاظمي ومستشاري يقولون ليس من العدل والإنصاف، هكذا قالها الكاظمي، ليس من العدل والإنصاف أن ندفع فاتورة النهب والسلب الذي ارتكبته جماعات وحكومات متعاقبة سابقة طوال 17 سنة. طيب إذا كانوا يقولون هكذا ويتحدثون بلغة الوصف والتعليق عن الأوضاع المزرية في العراق من دون أن يقولوا من هو المسؤول، لماذا حصل هذا، كيف حصل هذا، ماذا هم فاعلون إزاء كل هذا، ماذا هم فاعلون مع الذين أوصلوا العراق إلى هذا المستوى؟ إذا كانوا لا يقولون ولا يفعلون ذلك، فما حاجة العراق لأن يسمعوا كلامهم؟ يعني هذه واحدة من الأسئلة الكبيرة. يعني ما هو المطلوب من العراقيين الآن؟ أن يصفقوا للكاظمي والمستشاري لأنهم وصفوا الحالة التي يعيشون فيها؟ يعني ما يعني الحالة اللي وصل إلى العراق عندما يصفه الكاظمي ويصفه مستشاريه ووزراء على العراقيين أن يصفقوا لأنهم وصلوا إلى هذا الحال؟ يعني وما هو المطلوب من ثوار تشرين، هؤلاء الذين قاموا بالثورة منذ 10 أشهر، خرجوا يطالبون بوطنهم، خرجوا ضد كل الفساد ضد الخراب، ماذا يفعلون إذا ما سمعوا هذا الكلام؟ هل عليهم أن يكفوا عن ثورتهم وينهوا ثورتهم ويعودوا إلى بيوتهم؟ لأن الطبقة السياسية باتت تصف أوضاع العراق التي أودت بالبلد وبالشعب إلى الهاوية بأنها سيئة ورديئة. هل هذا هو المطلوب؟ الحقيقة هذا واحد من الأسئلة. أم ماذا؟ ما هو المطلوب؟ قبل يعني مدة كان الكاظم يتحدث عن الشهداء، شهداء ثورة تشرين، قال إنه شكلنا لجان يعني لإدراج أسماء الشهداء وأعدادهم والتأكد منهم، وبالتالي سنبعث على أهاليهم لنكرمهم. ما حاجة أهالي الشهداء إلى التكريم؟ هذا الكلام غريب عجيب، يعني هم لا يحتاجون إلى التكريم، هؤلاء أهالي الشهداء وذويهم يحتاجون إلى أن تقدم القتلة إلى العدالة، تقدم قتلة أبنائهم، تقدم قتلت ذويهم كلهم إلى العدالة، هذا الذي يحتاجه، لا يحتاجون إلى تكريم. هذا الكلام يشبه يعني الكلام اللي يصف به الكاظمي ومستشاري وكل، وحتى بلومبرغ وكالة بلومبرغ، أوضاع العراق طوال 17 سنة مضت من دون أن تكون هناك من يكون هناك فعل يوقف ذلك الانهيار، يوقف ذلك الخراب، ذلك الفساد والدمار. العراقيين بحاجة إلى فعل، لا يحتاجون إلى وصف، الوصف انتهت، يعني هم لا يحتاجون إلى الوصف الكارثة، هم يعيشون في الكارثة بكل تفاصيلها ليل نهار ويعرفون تفاصيلها بدقة، ولا يحتاجون لأحد أن يصف لهم هذه الكارثة لأنهم يعيشونها بكل تفاصيلها. وهذا الشعب عاش يعني مرحلة من الكارثة بشكل ربما لم يعشه شعب في الدنيا مثلها، ولم يعش أهل العراق كارثة منذ 17 سنة مثل التي عاشوها طوال هذه الفترة. هذه كارثة، يعني 17 سنة من الكوارث، من الأزمات المتتابعة، من القتل، من التهجير، من الدمار، من السرقة، من الفساد، هذه لا يمكن تخيلها. فالحقيقة هم يحتاجون إلى ويطالبون برأس الفساد، برأس الخراب، برأس الدمار، يطالبون بإنهاء الميليشيات، بإنهاء السلاح المنفلت، بتوفير الخدمات، بتوفير الدراسة الجيدة، التطبيب الجيد، الشوارع المبلطة، الخدمات الموفورة، الكرامة الموفورة، السيادة والاستقلال. هذا الذي يريدون إعادة العراق إلى أهله، يريدون إعادة العراق إلى أهله. وربما هذه الجملة الأخيرة في هذه الحلقة، لذلك كان وهذه تلخص لماذا كان أهل ثورة تشرين، شباب العراق، هذا الشباب الراعي، يطالبون من أول يوم نريد وطن. هذه المطالبة، هم يريدون وطن، لا يريدون وصفا، الوصف للكارثة الكل يعرفه والكل يعاني منه. أشكركم وألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله.